تشارلز برنارد هو من دكا طموح سعى بقوة لتحقيق أهدافه حتى أجبر عن غير قصد على المشاركة في لعبة الإعدام. هو شاب من أصل فرنسي غريب الأطوار ويثق في حلمه بأن يصبح مانجاكا مبدئ يوما ما، ودائما ما يرى بأن من حقه أن يحلم. يكره تشارلز أي نوع من النقد لفنه ويهاجم دائما بطريقة غير ناضجة كل من ينتقده. عندما قدم سلسلة ودار النشر شويشا تعرض للإهانة شخصيا من طرف المحرر عندما نصحه بتحسين عمله. منذ بداية الاجتماع ظهرت على تشارلز ملامح الثقة المفرطة حيث اعتقد بأن حلمه سيتحقق، وبدلا من أخذ النقد على أنه شيء إيجابي اعتدى على المحرر عبر كسر أصبعه. دمرت آثار حادثة شيبويا المسار المهني لتشارلز كمانجاكا بعد أن توقف دور النشر عن إنتاج المانجا، مما جعله يعتقد بأن العالم لن يتعافى أبدا. هذا جعله يتساءل عما يعنيه أن يكون مؤلف مانجا، وكما قال لنفسه يسافر المانجاكا إلى مساحة وهمية لأنهم غير راضين عن الواقع وقد تجاوز جوجوتسو واقعه. أجبر تشارلز على المشاركة في لعبة الإعدام وقد وجد نفسه غير قادر على إيجاد سبب وجيه للقتال حتى الموت. هو يريد أن يكون مثل أبطال المانجا، القتال من أجل شيء إيجابي فقط. إحباطه هذا دفعه لركوب العجلة الدوارة ليلتقي هناك بصاحب الولع كينجي هاكري الذي ركبه أيضا نفس العجلة لمشاهدة طوكيو من الأعلى قبل دخول أرض المعركة. كان هاكري واثقا من أن اليابان ستعود يوما إلى طبيعتها، بينما كان تشارلز يعتقد بأن أحلامه لا يمكن تحقيقها أبدا في ظل هذه الظروف. تشارلز كان بحاجة إلى إخراج غضبه، ومن حسن حظه أن هاكري قد انتبه للأمر، لذلك طلب منه بأن يجعله يكرهه لدرجة قتله ليقوم فورا بإهانة أحلامه لدرجة جعله يدرف الدموع. فورا وبدون مقدمات قام تشارلز بتدمير غرفة العجلة مهاجما هاكري بأداته الملعونة. رغم أن تشارلز مستخدم جوجوتسو حديث إلا أنه أظهر براعة وفهما عاليا لكيفية عمل الطاقة والمجالات الملعونة. هاكري في الجهة الأخرى كان واثقا جدا من قدرته لدرجة أنه بدأ المعركة ويده في جيوبه ليكتفي بالدفاع عن نفسه بالركلات فقط، إلى أن أجبره تشارلز على أخذ المعركة على محمل الجد بعد أن قام بإحداث جرح في وجهه مما سمح له برؤية قليل من المستقبل. قدرة تشارلز تمكنه من استحضار رمح طويل برأس قلم من خلال سحب دم خصمه بطرف هذا القلم. يمكن لتشارلز تمييز خصومه بفريم يسمح له بالنظر إلى مستقبلهم القريب بدءا من ثانية واحدة فقط. وبينما يسحب تشارلز المزيد من الدماء يمتلئ الحبر ما يمكنه من رؤية المزيد من مستقبل خصمه. على الرغم من قوة هذه القدرة إلا أن الذكاء التكتيكي العالي لهاكري يجعله يتمكن من إصابة تشارلز عدة مرات، وذلك عبر استهداف نقاطه العمياء. فهاكري كما نعلم هو رجل متمرس وصاحب موهبة في قراءة الخصوم، فعند معرفته بقدرة تشارلز على الفور قام بالهجوم عليه لتأكيد كيفية عمل تقنيته ليتوصل بسرعة إلى الإجراء المضاد وذلك بتوسيع مجاله. مجال هاكري عبارة عن بيئة تشبه محطة القطار تستضيف لعبة الحظ، وهدفه الأساسي منها هو اصطفاف ثلاثة من نفس الأرقام للفوز بالجائزة الكبرى، وهو مجال مبني على آلة باتشينكو. وهاكري يستطيع توسيع مجاله مرارا وتكرارا إنفاز طبعا بالجائزة. لكي يحصل هاكري على الأرقام الخاصة باللعبة فإن عليه أولا إنتاج تأثيرات بصرية ليدخل في سيناريو ريتشي. والتأثيرات البصرية هذه تنقسم إلى ثلاثة أنواع، لدينا كرة الثلاث، الأبواب الثلاث، والتأثيرات المتتالية والتي يمكن الوصول إليها جميعها عبر ثلاث محاولات عشوائية. وإذا حملت المحاولة الرابعة لون قوس قزح فالجائزة ستصبح مضمونة. بالنسبة لسيناريو ريتشي فهو ينقسم إلى أربعة أجزاء: سيناريو بطاقة العبور الذي يحمل فرصة ضئيلة في الفوز، سيناريو تزاحم على المقاعد، وسيناريو حالات الطارئة والذين يحملان معا فرصة متوسطة في الفوز، وأخيرا سيناريو قطار الجمعة والذي يحمل فرصة عالية في الفوز تتجاوز 80%. وطبعا السيناريوهات الأربعة هذه تدور حول سبع شخصيات. كما أن المجال ينقسم إلى نوعين: نوع بدوران أسرع والتي يكون فيها احتمال فوز هاكري بالجائزة هو واحد من كل 137 دورة، أما النوع الثاني فهو معدل زيادة الفوز والتي تصل قيمته إلى 75%، مما يجعل احتمال الفوز ممكنا بشكل كبير. عدد فردي من الأرقام يعني إعادة المجال باحتمال فوز أكبر، بينما عدد زوجي يعني إعادة توسيع المجال بسرعة دوران مع احتمال فوز ضئيل. مجال هاكري معقد للغاية لدرجة أن خصومه لم يستطيعوا فهمه أو اكتشافه بشكل كامل، فما بالكم بي. لذلك فالقتالات هي من ستقوم بشرح هذا لنا. على الرغم من أن هاكري مستخدم جوجوتسو موهوب للغاية إلا أنه محظوظ أيضا، ودائما ما يعتمد على حظه للفوز بالمعارك. يعتمد مجال هاكري في البداية على نقل كل المعلومات المتعلقة بعمل المجال الدماغي الخصم ليقوم بعدها بإنتاج مؤثرات بصرية، حيث أرسل كرة خضراء نحو تشارلز تحولت بعدها لباب أحمر. وبما أن الألوان قد اختلفت فهذا ما يعني بأن هاكري سيحصل على رمزين متشابهين، وهو ما سيجعله أيضا يدخل في سيناريو ريتشي الذي ينقسم إلى أربعة أجزاء، وقد وصل إلى أولها بوابة العبور التي تحمل فرصة ضئيلة في الفوز، وهذا ما جعله يعود للمرحلة الأولى. وبهذا فإن الأمر سيتكرر حتى يفوز إما هو بالجائزة أو يفوز تشارلز. استمر هاكري في إنتاج المؤثرات البصرية
إلى أن أظهر هذه المرة الباب الذهبي أمام تشارلز. بعد أن أظهر هاكر هذا الباب انتقل إلى سيناريو قتال الجمعة الأخيرة والذي يحمل احتمالية فوز تفوق 80%. تشارلز لاحظ بأن هذا السيناريو يدور حول شخصية يومي التي إن لم تستطع اللحاق بآخر قتال المنزل ودارت في الجانب الآخر فإن هاكر سيفوز بالجائزة. لكن المفاجأة هي أنه بعد أن مر القطار لاحظ تشارلز بأن شيئا غير طبيعي قد حدث، لأن يومي لم تكن من الأساس في الجانب الآخر فقد وصلت متأخرة بعد أن فاتها القطار ليهزم بضربة واحدة بعد فوز هاكر بالجائزة الكبرى، وهذا ما تم قصده على أن هاكر محظوظ. في الجانب الآخر استمر باندا في البحث عن الملاك للتفاوض معها، وذلك بعد أن انفصل عن هاكر كما حدث مع إيتادوري وميغوبي. خطة باندا كانت تقتضي بأن يبقى في مكانه إلى أن يجده هاكر خوفا من لقاء أي خصم قوي داخل المستعمرة، لكن حماسه الشديد في النهاية دفعه إلى أن يتحرك ليقع أمام هاجمي كاشيمو صاحب المئة نقطة. بعدما علم كاشيمو بأن باندا واحد من لاعبي لعبة الإعدام قام بمهاجمته فورا عبر اختراق بطنه بسرعة خارقة، وحتى أنه تفوق عليه بوضع الغوريلا الخاص به. اعتبر كاشيمو باندا شخصا ضعيفا جدا، وذلك بعد أن صد إيقاع التطبيل الغير قابل للصد الخاص به بسهولة، وحتى أنه تفوق عليه بوضع الترايسيراتوبس بواسطة طاقته الملعونة المكهربة. فهاجمي كاشيمو يعتبر واحدا من المقاتلين الاستثنائيين وأحد أقوى اللاعبين في لعبة الإعدام، وذلك لإتقانه لفنون الدفاع عن النفس وعدم اعتماده على أسلوبه الملعون بشكل كبير. هو شخص يتمتع بذكاء تكتيكي عالي جدا، حيث يقوم بسرعة بتقييم قدرات خصمه لاستخدام أفضل الأساليب السريعة للتفوق عليه. وطاقته الملعونة لها خصائص التيار الكهربائي مما يضع جسده في حالة كهربائية دائما، وهو ما يجعل الدفاع ضده أشبه بالمستحيل. فالتلاعب بخصائص طاقته الملعونة يسمح له بفصل شحناته الكهربائية بحرية من خلال تطبيق الشحنة الموجبة على هدفه على الفور وتفريغ الشحنة السالبة من دون فقدان أي كهرباء على الأرض، مما ينتج عن هذا ضربة قوية تمزق الهواء دون الحاجة لتوسيع نطاقه. وقد استطاع بقدرته وذكائه هزيمة باندا بأقل مجهود حينها سأله عن مكان سكنه، وبما أن باندا لم يرد الإفصاح عن أي شيء أراد هاجمي إنهاء حياته لينزل هاكاري كالصاعقة من السماء، مما جعل حماس كاشيمو يثور. ولكن قبل ذلك انتقلنا إلى الفلاش باك الخاص بالباندا والذي ركز باختصار على رابطة الأخوة بين دوما المدير ماساميشي في غابة تينغان. انقض هاكاري على كاشيمو من دون أي مقدمات وهو يفيض بالطاقة الملعونة اللانهائية، فبعد أن حصل على الجائزة الكبرى انطلق فورا إلى مكان تواجد الباندا بعدما شعر بانخفاض طاقته. بعدما تعرف على بعضهما علم هاكاري بأن الذي أمامه هو كاشيمو صاحب المئة نقطة، لذلك طلب منه الحصول على المئة نقطة الخاصة به إن فاز عليه مقابل إخباره أيضا بمكان سكنه. أثناء ذلك بدأت الطاقة الملعونة تتدفق بداخل جسد هاكاري بشكل هائل، وهو ما جعله يتخلى عن تركيزه ليسمح لكاشيمو بتوجيه ضربات قوية له، لكنه سرعان ما عاد ليعيد نفس ما فعله به. في مواجهة خصم يتمتع بقدرات بدنية عالية من خلال الطاقة الملعونة اللانهائية كان كاشيمو لا يزال قادرا على الصمود والقتال بشروط متساوية مع هاكاري. فعلى سبيل المثال ضرب هاجمي هاكاري بمزيج من ثلاث ضربات إلى أن قام بقطع ذراعه. من جهة أخرى فإن هاكاري في معظم قتالاته يميل إلى التهور، وهو ما يعمل لصالحه في الكثير من الأحيان. فمباشرة بعد قطع ذراعه بسبب برق كاشيمو واصل القتال لأنه كان يعلم بأن الوضع الذي فيه سيساعد على التجدد. هاجمي فهم إمكانية قوة خصمه دون معرفة التفاصيل الكاملة لأسلوبه الملعون، فبعد أول تبادل قتالي بالأيدي بينهما أدرك بأن إنتاج الطاقة الملعونة الهائلة لهاكاري يمكن أن يجعله يقاوم طاقته الملعونة المكهربة. فوز هاكاري بالجائزة الكبرى يمنحه مكافأة من الطاقة الملعونة الغير محدودة لمدة 4 دقائق و11 ثانية، وهي المدة الدقيقة لأغنية أدبيرينج يو. تسببت هذه الطاقة الملعونة اللانهائية الفائضة في استخدام جسم هاكاري لتقنية الملعونة العكسية لعلاج أي إصابات تلقائيا، مما جعله غير قابل للموت. أو بعبارة أخرى فإنه يصبح خالدا خلال هذه المدة، ونتيجة لذلك فقد قام بتوسيعة مجاله مرة أخرى والتي بإمكانه فعلها قدر ما يشاء. معلومات وقواعد مجال هاكاري انتقلت فورا إلى دماغ كاشيمو بسرعة، بما فيها قتاله السابق ضد تشارلز. كاشيمو علم بأن الطريقة التي يعمل بها مجال هاكاري عندما يقوم بتوسيع مجاله مرة أخرى تكون مبنية على الأعداد التي حصل عليها من قبل، إما أعداد زوجية أو فردية، مما يجعل فرص فوزه هائلة جدا. كما أدرك بأن نهاية تأثير الخلود إلى حين فوز هاكاري بالجائزة مرة أخرى فإن جسده يكون حينها في وضع طبيعي، مما سيعزز فرصته في قتله. انطلق كاشيمو للهجوم مرة أخرى ليتلقى هاكاري مجموعة من الإصابات، مما سمح له باستعمال التأثيرات المتتالية أو لفات بسيدو والتي تحمل فرصة تتجاوز 20% عند استخدامها لأول مرة. وهاكاري لا يستخدم هذا النوع من التأثيرات إلا عندما يعمل مجاله بمعدل زيادة الفوز، وبما أن هذا التأثير يحمل نسبة تتجاوز 20% فإن هاكاري يحاول إعادة نفس التأثير حتى يحصل على ما يريد، وبذلك فقد استطاع الدخول في سيناريو ريتشي الحالات الطارئة والذي إن وصلت فيه الشخصية إلى وجهتها دون أي مشكلة فإن هاكاري سيدخل في وضع الخلود. لذلك فقد حطم كل الحوادث
الحواجز بمساعدة كاشيمو، مما مكنه من الفوز بالجائزة الكبرى. بعد أن تم تشغيل الموسيقى من جديد، وبعد أن أصبح كاشيمو على دراية بكل ما يتعلق بمجال هاكري، بدأ في التفكير في كيفية الخروج من هذه الدقائق الأربع والإحدى عشر ثانية سليما لكي يفوز، خصوصا أن هاكري قد حصل على أعداد زوجية مما سيجعل فرص فوزه مرة أخرى ضئيلة جدا. كاشيمو بعد تفكيره بكل هذا علم بأن ما سيفكر بنفس الطريقة هم الأشخاص الجبناء فقط، لذلك طلب من هاكري رفع صوت الموسيقى متحديا بذلك خلوده. هاجيمي هو المثال الحي لمستخدم جوتسو من الماضي الذي يعيش لمحاربة خصوم أقوياء. فبعد أن قضى معظم حياته في قتال الصحراء مع اقتراب نهايته، شعر بالملل بعدم الرضا عن المعارك التي خاضها، لذلك فقد وافق على شروط كينجاكو قبل 400 عام لأجل خوض قتال ضد سوكونا. حاول كاشيمو قتل هاكري في وضع الذي لا يمكن قتله فيه، وذلك باستخدام عدد من التكتيكات الذكية، كما استخدم معرفته المتقدمة بالجوجيتسو لمحاولة التغلب على التقنية الملعونة العكسية الخاصة به. فكاشيمو يدرك بشكل جيد بأن الطاقة الملعونة العكسية تتدفق من الدماغ، لذلك فقد حاول تدمير رأس هاكري بعدة ضربات قاتلة بما فيها توجيه برقه نحو رأسه. عندما اقترب كاشيمو من تدمير رأس هاكري، قام الأخير بطرد طاقة خصمه الملعونة من الأنف مع السماح لأسلوبه الملعون بالشفاء أثناء ذلك. وعلى الرغم من أن حياة هاكري دائما مهددة، إلا أنه يعشق مثل هذه المواقف لدرجة تجعله يثني على اقتراب عدوه من التمكن منه. بعد أن تبقت 8 ثواني فقط، ازدادت سرعة القتال بين هذين الوحشين. هاكري افترض بأن برق كاشيمو يحتاج إلى وقت لإعادة الشحن قبل أن يتمكن من إطلاقه مرة أخرى، وبناء على هذا الافتراض قرر هاكري بأن يبذل قصارى جهده بتهور لإطاحة بكاشيمو في غضون 8 ثواني فقط قبل توقف حالة الخلود. وقد جاء هذا بنتائج عكسية للأسف، لأن كاشيمو قد طور ثغرة للهجوم لم يكن هاكري على علم بها، مما كاد يكلف الأخير حياته. بالتزامن مع وقت انتهاء الخلود، كان هاكري قادرا على الاستمرار في التركيز وفعل الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله من اجل البقاء على قيد الحياة، وذلك بتوسيع مجاله مرة اخرى، وهي مقامرة اتت بثمارها في النهاية. كاشيمو اعتقد بان جميع اوراق هاكري قد نفدت، ليفاجئه بالحصول على الجائزة من خلال مفاجأة مخبأة، والتي ظهرت بسبب استعمال هاكري لاحد فرص زيادة الحظ بظهور شخصية امونوغاوا. بعد ان تم علاج مكان الاصابة، اخبر هاكري كاشيمو بان هذه المرة هي الاولى التي كان فيها على شفا الموت عدة مرات في يوم واحد، لتقع فكرة على رأسه بسبب المانجاكا تشارلز للتخلص من كاشيمو، حيث أصبح يفكر بنفس طريقة تفكير المانجاكا، ليرسل فورا كاشيمو نحو البحر عبر تغيير إحداثيات مجاله، وذلك باعتبار أن الماء سيسحب بالقوة طاقته الملعونة المكهربة. من حسن حظ مجموعة من اللعنات ظهرت في المحيط، لذلك حاول هاكر الاستفادة منها، وذلك بإعادة كاشيمو إلى الداخل كلما حاول الخروج، مما دفعه إلى عدم قدرته على كبح طاقته الملعونة. كاشيمو في تلك اللحظة خطرت عليه فكرة خطيرة، وهي بتحويل مياه البحر عن طريق الكهرباء الى غاز الكلورين والذي استنشقه هاكري في الاعلى ليسقط في الماء، لنعلم من خلال كاشيمو بان هناك طريقتين فقط للقضاء على مستعمل التقنية الملعونة العكسية، وهي اما باصابة دماغه بضربة واحدة او عن طريق السم. بعد ان اعتقد كاشيمو بانه قد انتهى من هاكري، فاجأه الاخير بقدرته على استخدام التقنية الملعونة العكسية بشكل تلقائي دون وعي منه، مما مكنه من استخراج السم، ليواجه لكمة قوية لكاشيمو الذي قام هو ايضا بالامساك بيد هاكري محدثا انفجارا هائلا تحت الماء كان من المفترض أن ينهي بها حياته، لكن محاولته باءت بالفشل ليوجه هاكري ضربته القاضية فوق السطح. كانت محاولة هاجمي الأخيرة هاته لاغتيال هاكري هي بجعل غير قادر على فتح مجاله مرة أخرى، لذلك فقد ضحى هاكري بيده بواسطة عقد مقابل حماية باقي جسده بالطاقة التي كانت بمثابة الدرع له. رغم انتصار هاكري إلا أنه لم يشعر بأنه الفائز، وذلك لأن كاشيمو لم يستخدم تقنيته الملعونة والتي يدخرها إلى أن يلتقي بسكونة، وذلك لأنه لا يستطيع استخدامها إلا لمرة واحدة فقط لتأثيرها القوي عليه، وهما سنكتشفه في الفصول القادمة. وأخيرا وبعد نهاية حديثهما، قرر هاكري عقد صفقة معه ليصبح واحدا منهم مقابل جعله يقاتل سكونة. في تلك الأثناء وفي الجهة الأخرى، قام إيتادوري بإضافة القاعدة العاشرة للعبة الإعدام، والتي تسمح لأي لاعب بنقل نقاطه إلى لاعب آخر. بعد فوز هاكري توجه فورا إلى مكان تواجد تشارلز ليطلب منه اسم المانجا الخاصة به لقراءتها، ليكتشف بأن تشارلز ما هو إلا مانجاكا مبتدئ لم يتم نشر أي عمل له من قبل، لينطلق في إبراحه ضربا. أثناء ذلك قدمت مومو لمناقشة المرحلة التالية من خطة محاربة لعبة الإعدام، وذلك بشرح القواعد التي يخطط الطلاب لإضافتها، لتوضح بأن إدخال القاعدة الثالثة والتي تتعلق بالتواصل بين المستعمرات يمكن تأجيلها بسبب قدرة ماكيسينين وويوي على المرور بين الحواجز. تعتبر عشيرة الكامو هي أقرب عشيرة من كبار المسؤولين في مقر الجوجيتسو، فهم مجموعة أرثوذكسية تقدر التقدم
التقاليد والتقنية الموروثة، ولكنهم مع ذلك يحملون وصمة عار لا يمكنهم محوها من تاريخ عائلتهم، حيث خرج من أصلابهم أسوأ شامان في التاريخ وهو نوريتو شيكامو. بعد حادثة شيبويا استولى كينجاكو على عشيرة الكامو واستبدل الرئيس 24 للعشيرة دون علم أي أحد ليقوم باستخدامهم كالدمى. عندما قدم نوريتوشي الحالي إلى مقر العائلة لمقابلة المدير غاكوغانجي لأجل إنقاذ عشيرتي الجوجو والزينين، اكتشف هذا الأمر عن طريق المسن شينو الذي تلاعب كينجاكو أيضا بعقله. فكينجاكو هو من أمر المسؤولين بجعل جوجو مجرم واعتبار تحريره جريمة، وهو من تخلص من كل من أوصى بقتل سوغوروغيتو، كما أنه هو من جعلهم يأمرون يوتا بالإشراف على إعدام يوجي إيتادوري. وبالرغم من أنه صرح على أن نوريتوشي الحالي لا مكان له داخل العشيرة، إلا أنه تركه يغادر حيا باعتبار أنه لا يشكل أي خطر كبير عليه. بعد مرور الأيام التقت ماكي في الجهة الأخرى بنوريتوشي بعد أن قام بتغيير مظهره، حيث تعاونا معا في مستعمرة ساكوراجيما لقتل أكبر عدد من مستعملي الجوجيتسو والأرواح الملعونة. بعد خروجهما من تحت أحد الأنفاق ظهر كوغاني فجأة ليخبرهم بأنهم على وشك دخول حاجز من حواجز لعبة الإعدام، وقد صادف هذا ظهور روح ملعونة مجهولة بحضور غريب متجهات نحوهم، والتي انطلقت بسرعة خارقة نحو ماكي لدرجة أن نوريتوشي لم يستطع رؤيتها لنكتشف بأن هذه اللعنة هي نفسها ناوية زينين. لمنع أي مستعمل للجوجيتسو من التحول لنعنة بعد الموت، فإنه يجب قتله باستخدام الجوجيتسو، وما استغلوا ناوية للعودة على شكل لعنة بعد أن قامت والدة ماكي بقتله. احتفظ ناوية بكامل غروره وشخصيته حتى بعدما أصبح روحا ملعونة. الخسارة أمام ماكي والموت بتلك الطريقة غضض غينته ضدها، حيث جعل رغبته الوحيدة هي قتلها وإثبات بأنه الشخص الذي يقف في نفس المستوى مع توجي زينين. كرحم ملعون ازدادت سرعة نوية أضعاف المضاعفة لدرجة أن نوريتوشي لم يستطع حتى متابعة تحركته. وعلى الرغم من براعة ماكي الجسدية الاستثنائية، إلا أن نوية أسقطها بأول هجوم له، إلى أن تدخل نوريتوشي لمساعدتها. قاتل نوية كل من ماكي ونوريتوشي في نفس الوقت، وقد استطاع النجاة من عدة ضربات مباشرة من كليهما إلى أن بدأ في عملية التحول. أثناء ذلك حاول نوريتوشي تطهيره قبل اكتمال نموه، وذلك عبر إطلاق شعاع طويل من الدم بقدرة خارقة شديدة لجسده. عندما اعتقد نوريتوشي بأنه قد تمكن منه، فاجأه ناوية بهجوم مباغث بعد اكتمال تحوله. ولو أن نوريتوشي لم يقم بالتصدي لهذه الهجمة بدمائه لانفجر لأشلاء. سيطر كل من ماكي ونوريتوشي بشكل فعال على ناوية الملعون من خلال العمل معا، لكن حالته المتطورة كانت أكثر مما يمكنهما تحمله. بسبب الإصابات التي تلقتها ماكي، حاول نوريتوشي تضحية بنفسه لجعلها تغادر المستعمرة لتطلب منه بدل ذلك الصمود لخمس دقائق فقط ريتما تستعيد عافيتها. وطبعا ناوية لم يستطع تحديد مكانها بسبب افتقارها للطاقة الملعونة. بعد صمود طويل من نوريتوشي وبعد أن بدأ في فقدان كثير من الدماء، ظهرت شخصيتان جديدتان فوق أرض المعركة، دايدو وميو. دايدو الذي عند تجسده الأولي انطلق بقميص أبيض مع شورت للبحث عن سيف كتر ياباني بجنون إلى أن وجده، بينما ميو هو شخص عاشق لمصارعة السومو ويشعر بالإحباط مرارا وتكرارا عندما يرفض الناس من العصر الحديث ممارسة السومو معه. عندما علم من طرف سيدة عجوز بتواجد مصارعين في طوكيو انطلق إلى هناك، وبما أنه اختار الاتجاه الخاطئ فقد انتهى به المطاف في ساكوراجيما بدلا من طوكيو. فور أن ظهر هذين الاثنين عادت ماكي لأرض المعركة. دايدو فور أن شهد سيف ماكي قام باستعارته منها لتغمرها هالة فتاكة، لينقض فورا على روح نوية الملعونة لينجح في اختراق درعه وبسهولة. ماكي حاولت أن تستوعب ما حدث، فقد كانت تفتقر إلى التصور نفسه الذي يمتلكه دايدو، لذلك فقد كافحت لفهم ما كانت تفتقده لتصبح مثل توجي فوشيغورو. رغم أن دايدو بارع في استخدام السيف، إلا أنه يفتقر لاستخدام الطاقة الملعونة أيضا. والمثير للاهتمام هي أنه بالرغم من عدم قدرته على رؤية الأرواح الملعونة جسديا، إلا أنه قادر على رؤية كل شيء آخر من حولهم، مما يسمح له باستهدافهم بدقة عالية. بعد أن تمكن دايدو من التفوق على نعنة ناوية، لاحظ ميو في الخلف بأن ماكي تبالغ في التفكير في قدراتها الخاصة، لذلك فقد عرض عليها مباراة سومو للمساعدة في تهدئة أعصابها، لدرجة أنه عندما وافقت على طلبه كان سعيدا جدا لدرجة جعله يدفع الدموع. بعد العثور أخيرا على شريك يتصارع معه داخل مجاله البسيط، أظهر ميو تقديره من خلال مساعدة ماكي على تصفية دينها، لذلك سألها بصدق عما يدور في دينها لمساعدتها في التحرر من قيودها العقلية، وهو الأمر الذي ساعدها بسرعة. ماكي لم يكن لديه حقا أي شخص يمكنها المناداة عليه بالمعلم بسبب نظرتها الغريبة عن جوجو ومن معه. هي لم ترفض أبدا فكرة وجود معلم بسبب تكبرها، وإنما هي ببساطة لم تفكر في أن تزداد قوة بالاعتماد على أي شخص آخر. من خلال بعض التوجيهات من ميو استطاعت ماكي تحرير عقلها، ما سمح لها بالوصول إلى إدراك المتقدم، وذلك برؤية كيف سيتحرك خصمها بسبب التغييرات الطفيفة في درجة الحرارة وكثافة الهواء. وقبل أن أكمل لابد من إخباركم بأن الوقت داخل مجال ميو يتدفق بشكل أسرع
الأمن العالمي في الخارج. بعد خروجها من المجال انطلقت ماكن للهجوم بسرعة خارقة، كلما فشل نوية في قتلها إلا وأصبح أكثر إحباطا ويأسا، إلى أن تم محاصرته من طرف الثلاثي ليقوم بتوسيعة منطقته فورا. استعاد نوية رباطة جأشه بعد توسيعة مجاله، فقد تمكن من شل حركة ميو وديدا دون أي مجهود يذكر. أدت ثقته المفرطة في مجاله إلى التقليل من شأن ماكي لافتقاره إلى الطاقة الملعونة. اعتقاده في النهاية بأن مجاله سيحميه جعله يرخي دفاعه، مما أدى مباشرة إلى تعرضه لطاعة من الخلف. ورغم محاولة مهاجماته للمرة الأخيرة إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء بعد أن تم شطره للنصفين بواسطة نصل محرر الروح، لتخرج ماكي من مجاله وكأنها قد ولدت من جديد بعد أن أصبحت على قدم المساواة مع قوة توجي زينين. إذا عجبك المقطع وتريد مني الاستمرار فلنقبل بأقل من 3000 لايك، لأن مجال هاكري لوحده قد أدخلني في حالة اكتئاب. شكرا لكل من دعم، كان معكم محمد، إلى اللقاء.